طبيعي جدا ان حضرتك اول لما بيجي لحضرتك موكل بيسألك السؤال الاولاني، وهو انا عايز اعمل شركة. هو ما عندوش اي خلفية عن الشكل القانوني للشركات، لذلك هو بيجي لك ويقول لك انا عايز اعمل شركة، وهو مش فاهم اذا كان اللي هو عايز يعمله ده شركة ولا مش، ولا منشأة فردية، ولا مش عارف يوظف او يحط الشكل القانوني بتاعها، فبيقول لك انا عايز اعمل شركة. السؤال الاولاني هو حضرتك شغال ايه؟ ليه السؤال ده؟ عشان هتقدر بناء عليه هتقول له اذا كان ينفع يتعمل منشأة فردية، ولا هنعمل شركة من شركات الأشخاص، ولا شركة من شركات الأموال. الإجابة على السؤال ده إما أن يكون موظف حكومي، أو يكون أحد زملائك من المحامين أو من المحاسبين، أو هو مقيد في نقابة من النقابات المهنية. السؤال الثاني اللي حضرتك هتسأله هتقول له معاك مين؟ يعني مين الشريك بتاعك؟ شركة هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين غرضه الربح. الشركاء الاثنين، واحد بيقدم مبلغ من المال أو حصة عينية، والآخر بيقدم مبلغ من المال أو حصة عينية، أو الاثنين بيقدموا حصص عينية ومبالغ من المال. أحدهما قد يكون رأس ماله أعلى من الآخر، أو تكون الحصة بتاعته أعلى من الآخر، والتاني ممكن يكون أقل، أو ممكن الاثنين يكونوا متساويين. كل دي فرضيات هتقابلك وانت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الموكل اللي داخلك المكتب وبيقولك أنا عايز أعمل شركة. السؤال الثاني، مين اللي معاك؟ اللي معايا ده طبيعي إن في علاقة سابقة ما بينه وما بينه. العلاقة دي قد تكون اجتماعية، ممكن يكون أخوه، ممكن يكون نسيبه، ممكن يكون صاحبه، ممكن يكون كذا أو كذا، أو ممكن يكون عمل معاه شغل قبل كده بس لسه ما عملوش كيان قانوني معتبر. المهم هيقولك ده فلان. طيب مين السؤال الثالث؟ مين اللي هيدير الشركة دي؟ اللي هيدير الشركة دي بناء عليه هيتحدد الشكل القانوني اللي هتحط فيها إطار الشركة. بمعنى لو اللي هيدير الشركة دي هو الراجل اللي جالك وانت سألته وقلت له انت شغال ايه، فقال لك ان انا موظف حكومي، هتقوله والله مش هينفع على الورق، حضرتك انت اللي تدير، لان ما يدير الشركة سواء اذا كانت الشركة، هندخل بقى على هنقسمها بعد كده على شركة اشخاص او اموال، اللي هيدير الشركة دي لو شركة اشخاص هيبقى هو الشريك، اسمه شريك متضامن. يعني ايه شريك متضامن؟ يعني هو المسؤول مسؤولية كاملة عن ديون الشركة، ويسأل عن ديون الشركة في ماله الخاص. وفي القانون التجاري، قانون 17-99، هو يعد من الأشخاص التجاريين اللي بيتقال عليهم ده تاجر، بياخد لقب تاجر، ولقب تاجر أو وظيفة تاجر أو المسمى هذا له من الخطورة من الأهمية بمكان. حضرتك هو طلع معاه بكالوريوس أو ليسانس ومش شغال في المحاماة أو مش مشغال في أي حتة، وعايز يعمل مصنع أو عايز يعمل شركة أو أو أو، وحضرتك هتشرح له الموضوع بالتفصيل، قول له والله الشركة قد تكون شركة من شركات الأشخاص، يعني شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن، أو قد تكون أنت لوحدك وهي منشأة فردية. خلصنا الحتة دي، شركة الأشخاص تبدأ بالمنشأة الفردية، وهو الشخص هو المسؤول عن إدارة هذا المشروع. ثم انتقلنا بعد ذلك عن والله احنا الاثنين متضامنين، واحنا الاثنين مسؤولين مسؤوليه تضامنيه، واحنا الاثنين اصحاب، وانا لا أأمن على حاجه ولا هو يأمنني على حاجه، ولو عايزين نعمل اي لازم احنا الاثنين مجتمعين. اصبحت الشركه شركه تضامن. ننقل على الشركه الثانيه، قال لك والله لا، ده انا مش هينفع ان انا ادير الشركه عشان وظيفتي او عشان عدم مشغولياتي او عشان راس المال بتاعي، وفي واحد ثاني هو اللي هيدير الشركه. اصبح هو الشريك المتضامن، والاخر هو شريك موصي، مسؤول عن ديون الشركه بنسبه حصته بس
في الشركة فقط. قال لا، أمال مين المسؤول؟ المسؤولية كاملة الشريك المتضامن. مين اللي هيمضي على العقود؟ الشريك المتضامن. مين اللي هيتعمل له توكيل بصفته صاحب الشركة أو بصفته الشريك المتضامن؟ هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الشركة. ننقل على الشركة، على نوع تاني من الشركات، احنا هنتكلم في عجالة سريعة لان مش ده الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه. اللي انا عايز اتكلم فيه موضوع ثالث. قال لا، امال ايه التاني؟ التاني هو شركات الاموال. والله واحد جاي لك وبيقول لك انا عايز اعمل شركة، عايز اسس شركة كبيرة. يعني هو جاي لك وبيقول لك المصطلح ده، انا عايز اسس شركة كبيرة. ساعتها هتاخده وهتخرج من اطار شركات الاشخاص الى اطار آخر، وهو شركات الأموال، على رأسها شركات المساهمة، وهي النموذج الأمثل لشركات الأموال. مش بس كده، ده ممكن يقولك أنا لوحدي، فساعتها هتعمل له حاجة جديدة لسه طالعة في القانون اسمها شركة الشخص الواحد. يعني إيه شركة ويعني إيه شخص واحد؟ وهل تختلف عن المنشأة الفردية ولا ما تختلفش؟ قطعا تختلف. المسؤول عن المنشأة الفردية متضامن، يعني هو صاحب الشركة، هو اللي مسؤول عن الإدارة، وهو مسؤول عن جميع الأخطاء التي تحدث في الشركة. أما شركة الشخص الواحد هو مسؤول، ولكن مسؤول بقدر حصته اللي هو حاططها، اللي هو رأس المال كله اللي محطوط في الشركة دي. يعني هو مسؤول مسؤولية تضامنية بقدر حصته فقط، بقدر رأس مال الشركة فقط. يعني ما ينفعش المدين اللي الدائن على الدائن للشركة ان هو يعود عليه في امواله الخاصة، لا، ينفع بس احجز على الشركة، على منقولات الشركة، على الحساب البنكي بتاع الشركة، لكن ما تدخلش على المال الشخصي بتاع صاحب الشركة اللي هو الشخص الواحد. ننقل بعد كده على شركة من انواع الشركات التانية، وهي شركات التوصية بالاسهم. دي جمعت أسوأ أنواع الشركات، يعني جمعت من كل عيب من الشركات وراحوا حطنها في شركة اسمها، سموها شركة المسؤول التوصية بالأسهم. ففي الشركة دي فيها أصحاب أسهم، وفي نفس الوقت فيها شريك متضامن. شريك المتضامن مسؤول مسؤولية تضامنية عن الشركة في أموالها جميعا، في أمواله هو، ومع ذلك في ناس داخلين في الشركة بحصص، داخلين من هيئة الاستثمار مؤسسة هذه الشركة وفقا لقانون 189 لسنة 81. تمام كده. نتنقل بعد كده على الشركة الرئيسة، وهي الشركة المهمة، وهي شركة المساهمة اللي هي شين ميم ميم، اللي هي الشركة المساهمة المصرية، اللي هو بيجي لك ثلاثة أو أكتر بيقول لك والله إحنا عايزين نعمل شركة، والشركة دي كل واحد يقدم حصة من حصص الشركة دي، وهو مسؤول عن الشركة في حصته بس، بعدد الأسهم بتاعته بس، مش عدد أسهم كتيرة ولا حاجة. هو أنا عندي 50 سهم في الشركة، فأنا مسؤول مسؤولية في حدود 50 سهم فقط. طب حد ينفع يرجع على المديونية؟ ينفع يرجع على الديون؟ على ينفع يرجع عليا شخصيا في أموالي الخاصة؟ لا. طب ينفع يرجع على العربية بتاعتي؟ برضو لا. طب ينفع يرجع على الشقة، على البيت، على كذا كذا؟ ما ينفعش يرجع غير على الأسهم بتاعتي فقط. طب التصويت بتاعك؟ برضو بعدد الأسهم بتاعتي فقط. خلاص، خلصنا كده موضوع الشركات بعجالة بسيطة وسريعة. الشركات المساهمة تم إنشائها بمبلغ رأس مال 250 300 400 500 مليون 2. الشركة نجحت، فهي محتاجة تكبر من رأس مال الشركة، محتاجة تضخ فلوس عشان تخلي المشروعات تكثر، يبقى في تدفق في المال. فإما هتروح لحضرتك اللي انت واحد من أصحاب الشركة، يعني انت صديق لواحد من المساهمين، بتقول والله هو بيقول لك ما تيجي تدخل معانا شريك، وعايزين نزود راس مال الشركة. ودي
قليل قوي اللي هتلاقي مع حد معاه سيوله ومقتنع بفكره الشركه بتاعتك عشان يزود من راس مال الشركه عشان بعد كده الدنيا تشتغل وعشان بعد كده تاخد الارباح بتاعتك. فراح قانون 95 ل 92 اسس لنا نظام جديد بيعمل انعاش للشركات المساهمه بتقدر تضخ فيها أموال لناس غرب جداد على المساهمين المؤسسين للشركة. وراحهم عملوا كيان، الكيان دون هو اللي بيدير جميع الأعمال التي تقوم بها شركات المساهمة في جزئية زيادة رأس المال وفي جزئية تأسيس الشركة من البداية. لذلك هندخل على حتة جديدة اسمها البورصة. ايه هي البورصة؟ تعريف البورصة لغة او التاريخ بتاعها قال والله ان البورصة دي اصلها جاية من بلد في بلجيكا، فندق في بلجيكا كان يزينه ثلاث صور من المال، وقيل ان الفندق او القصر ده لعائلة اسمها فاندر بورس، عشان كده بورس دي ابتدت تتطور لحد ما سموها الايه؟ البورصة. وقيل ان هي لا، ده هم سموها عشان الثلاث صور من الدنانير دي اللي هي اسمها بورسي تروا، يعني ثلاث اكياس من النقود. ابتدت البورسي دي تتطور لحد ما اتسمت بكلمة بورصة. حاولنا نعرفها قلنا والله ده احنا مش هنسميها بورصة، احنا هنسميها المصفق. يعني ايه المصفق؟ يعني انا لما باجي بتفق معاك على عمليه معينه فبقوم مسلم عليك وانت بتسلم عليا، فبنقوم ايه مسقفين على بعض، فسميناها الحته دي اسمها دي المصفق. يا عم اطلع منها، اسمها سوق الاوراق الماليه. يبقى ده نشاه البورصه، نشاه البورصه بلجيكا، نشاه البورصه مش مصريه مش عربية. فطبيعي جدا هتلاقي في مخالفات كتير في للشريعة الإسلامية في المنشأ الجديد ده اللي هي بورصة الأوراق المالية. تأسست بورصة الأوراق المالية أول ما تأسست من بورصة البضائع. كلنا طبعا كنا نسمع عن البورصة بتاعت البضائع. بورصة كان بورصة القطن زمان، كان الواحد يسمع يقول لك ده فلان ده خسر كل فلوسه في بورصة القطن، ده كسب آلاف الجنيهات، لأن ما كانش في حاجة اسمها ملايين، كسب آلاف الجنيهات في بورصة القطن. أي ما كان المكسب أو الخسارة في البورصة، فكانت بورصة الأوراق بورصة القطن كانت موجودة في مكان، فابتدوا ناس يتعاملوا على الشركات بتاعة الأقطان نفسها. يعني في ناس بيشتروا السلع ويبيعوها، وفي ناس تانية بيشتروا الأسهم بتاعة الشركات اللي بتشتغل في السلع نفسها. قال لك والله طب أنا ليه، أنا إيه اللي يخليني أشتغل في القطن بس وفي الحديد بس وفي السلع في الخضار بس في الأقطان بس؟ طب ما أنا ممكن أشتغل في كل الشركات دي عشان اللي يكسب أبقى أنا ليا أرباح فيها. فراحهم ابتدوا يشتغلوا على تأسيس شركات مساهمة. يمكن أول شركة أسست في مصر هنا كانت شركة قناة السويس، تأسست وبناء عليها تأسست البورصة المصرية، على أساس أن بقى فيه أسهم وبقى فيه سندات وبقى فيه حاجة اسمها حصة تأسيس. هقول لكم إيه حصة التأسيس دي. حصة التأسيس دي عبارة عن حاجة كان زي رشوة، أنا بدي إكرامية لواحد مسؤول ساعدني وسهل معايا في تأسيس الشركة، فأنا بقوم مديله حصة في الشركة بياخد أرباحها سنويا لو في أرباح ليها. ندخل على الفرق اللي ما بين السوق العادي والسوق بتاع البورصة. الاتنين مجتمعين على إنهم مبنيين على قاعدة العرض والطلب. قانون العرض والطلب هو إيه؟ لما يزيد الطلب ويقل العرض سعر المنتج بيحصل له ايه؟ بيزيد قوي، صح كده؟ وهو ده المحتكر بيعمل كده، بيجيب سلع وبيركنها عشان يعلي السعر، فتلاقي السكر ابو 20 جنيه بقى ب 40 جنيه مره واحده عشان هو نعم هو نزل تاني لو حضرتك متابعه بس. السوق كله مبني على قانون العرض والايه؟ والطلب. زاد الطلب
وقل العرض ارتفع السعر، زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر. كل السوق مبني على هذا الأساس. قال لا، أمال إيه الفرق ما بين السوق العادي والسوق بتاع البورصة؟ قال لك هما الاثنين مجتمعين في دي بس، يعني هما اجتمعوا بس في هذه الجزئية، أما الاختلاف فقد اختلفوا في أمور كثيرة. أولها هي هو إيه هو إيه هو أصلا البورصة؟ البورصة قال لك والله ده سوق رقم اثنين منتظم، يعني بيشتغل بانتظام، رقم ثلاثة مستمر، يعني مش النهاردة شغال بكرة مش شغال، لا، محدد له مكان معين، رقم ثلاثة، رقم خمسة محدد، الأربعة رقم محدد له مكان معين، رقم خمسة له مواعيد محددة تغلب أن تكون يوميا. دلوقتي هي شغالة من الساعة 10 لحد الساعة 2، يتم تداول فيه سلع معينة وهي الأسهم والسندات فقط. طب المنتجات الأخرى لا، السوق ما بيبيعش فيه، البورصة ما بيبيعش فيه غير الايه، غير المنتجات دي بس، الأسهم والسندات ويمكن حصص التأسيس، بس حصص التأسيس ملهاش تأثير عندنا في السوق المصري، حتى السندات كمان السوق بتاعها مندثر شوية لبعض الفتاوى اللي حرمت السندات. المهم يختلف السوق العادية عن سوق الأوراق المالية أو عن بورصة الأوراق المالية من حيث المكان. أول اختلاف هو بيختلفوا السوق العادية ممكن تلاقي فيه في كارفور، تلاقي فيه في هايبر، تلاقي فيه في ناصية الرجل البقال اللي عندكم على ناصية الشارع. السوق العادي خالص في أماكن كتيرة بيقالك لا، البورصة مفيش غير مكانين فقط بيتم تداول فيهم الأسهم والسندات. المكان الأولاني هي بورصة الأسكندرية، المكان الثاني هي بورصة مصر. بورصة مصر هنا موجودة في شارع الشريفين في وسط البلد، ما هي كلها بورصة واحدة، بس المكان المحدد. هقول ليه مكان محدد؟ قال لا، أمال أنا ممكن بروح في مصر كده بقول ده أنا رايح البورصة، أنا في المعادي هنا في مكان للبورصة. قال لا، دي مش بورصة، دي شركات سمسارة أوراق مالية، ودي اللي احنا هنتكلم فيها برضو احنا ماشيين. يبقى لا، ملهاش دعوة. يبقى خلينا نمشي واحدة واحدة. الشركة الفرق الأولاني ما بين السوق العادية وسوق البورصة هو المكان، ده مكان واحد محدد اللي هو بورصة مصر وبورصة اسكندرية، وكلهم بيسمعوا في حتة واحدة اللي هي على شاشة الأوراق، شاشة الأسهم اللي انت هتشوفها وهشرح لك شكلها بتبقى عامل ازاي. من حيث تعدد الجهات المرتبطة بالبورصة، أصل البورصة لها عدة جهات، أول جهة وأهمهم هي الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ده اللي انت هتحتاجه في أول شكوى هتعملها، هتروح تبلغ وتعمل شكوى ضد شركة من شركات السمسرة، هتروح الهيئة العامة للرقابة المالية وتقول لشركة السمسرة دي تلعبت بالمحفظة بتاعتي، شركة السمسرة الأوراق المالية دي عملت استغلت المعلومة اللي أنا اديتها لها باعتبار أن أنا أحد أعضاء مجلس الإدارة وعندي معلومة، استغلت وابتدت تلعب على السهم بالبيع والشراء، بيع مظهري أو بيع صوري. يبقى أول جهة هي الهيئة العامة للرقابة المالية وهي جهة إشراف، الجهة الثانية هي البورصة نفسها، إدارة البورصة نفسها لها جهة إشراف، الجهة الثالثة وهي مصر للمقاصة. الشركة دي ليها فيها أفراد عاديين، ويرأسها لابد أن يكون رئيسا لها من الحكومة المصرية، يعني تقدر تقول كده زي شركات قطاع الأعمال، بس يجب أن يرأس شركة مصر للمقصة موظف، تمام كده، لازم يرأسها موظف. طب إيه وظيفة شركة مصر للمقصة؟ لما تيجي أنت تشتري سهم ويجي واحد تاني يبيع السهم، محتاجين مراية عشان أنا أشوف أنا اشتريت ولا لأ، وانت تشوف أنت بعت ولا لأ وبعت على كام. وظيفة مصر للمقصة والتسويات والقيد المركزي هي بقى بتسوي عملية البيع، بتربط عملية البيع بعملية الشراء، بتخليك تقدر تشتري دلوقتي
وتبيع دلوقتي، او تشتري دلوقتي وتبيع بعد يومين، او تشتري دلوقتي وتبيع في اي وقت. ودي انواع العمليات اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله في سوق الاوراق الماليه. ايا ما كان، دي الوظيفه الرئيسه لشركه مصر للمقاصه. رقم اثنين، الشركات الاسهم اللي انت بتشتريها دي، انواع الاسهم، في اسهم اسمها اسهم اسميه واسهم لحاملها. معظم الاسهم اللي انت بتشتريها في البورصه هي اسهم اسميه، يعني باسمك. قال لها طب انت هتاخد الصق اللي بيفيد ملكيتك لاسهم الشركه دي ازاي؟ هتاخدها من شركه مصر للمقاصه. يعني ان انت هتروح مصر للمقاصه وتقول لهم لو سمحت انا اشتريت 10,000 سهم لشركه كابو، اديني ما يفيد ان انا امتلك هذه الاسهم. فاما ان تاخذها من بتاخد ايصال بيها من شركه السمساره اللي انت اشتريت بيها، او ان انت بتروح مصر المقصه وبتاخدها ومعتمده من مصر المقصه ان المحفظه بتاعتك فيها 10,000 سهم كابو. طيب، من حيث ضروره الوساطه، نص الماده 144 من القانون المدني وقانون سوق المال بيؤكد على، نظرا لخطوره هذا السوق ولكثره دقته وفنياته، ما تقدرش انت كمستثمر تدخل فيه، لازم تروح على وسيط وتقول له لو سمحت دخلني السوق ده. غير كده مش هينفع تشتري من غير وسيط. الوسيط اللي عندنا في مصر هي شركات سمسرة الأوراق المالية، هي دي المنتشرة بقى في السوق. يمكن الأستاذة قالت ان شركات الصرافة، وممكن يقولوا البنوك، لا، هما دايما بيبقوا ولاد عم البنوك او اخوات البنوك وشركات الصرافة، عشان وظيفتهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنوك. وهقول لكم ليه دلوقتي ايه ارتباط شركات السمسرة عشان كده لما البورصة بتقفل، لما البنوك بتقفل، البورصة بالتبعية لازم تقفل. ليه؟ لان الاثنين هيشتغلوا مع بعض، مع خلاف او مع الاختلاف ما بينهم في الشغل. يبقى الجزئية الرابعة، من حيث الإشراف والرقابة، قلنا اللي بيشرف على السوق العادية، محدش بيشرف على السوق العادية، اللهم إلا لو حد ابتدى يشغل دماغه شوية وراح عمل شكوى في صندوق التجارة عموما. لا، أنا بتكلم مش ده اللي انا قصدي عليه، اللي انا بتكلم عليه الاسواق العاديه وسوق الاوراق الماليه، بمعنى سوق السلع مين اللي بيحكمه. اما سوق البورصه انا بتكلم على جزئيه معينه، الا وهي قانون 95-92، قانون سوق المال. اما الاسواق العاديه، انت هتتكلم عن الشركه، ما انت عندك قانون 17-99 وقانون تاسيس وقانون الشركات وقانون، لا مش بتكلم في كده، انا بتكلم على تداول السلع نفسها. تداول السلع بيتم تداولها بشكل، والاوراق الماليه بيتم تداولها في شكل تاني خالص. سواء بقى حصل في سوق السلع مشكلة ما بينك وما بين حد، ورحت لصندوق حماية المستثمر وعملت شكوى، ده لسه أول امبارح لسه معمول القانون بتاع حماية المستثمر. لكن بالنسبة لقانون سوق المال، لا، ده معمول من زمان. فبالنسبة للرقابة والإشراف، شتان بين إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وبين صندوق حماية المستثمر، وشتان بين القانونين، وشتان بين الرقابتين. طيب معلش، ممكن نكمل وبعد كده هرد على حضرتك في كل ماشي. انا قصدي على صندوق حمايه المستثمر. طيب ماشي، ده بالنسبه للرقابه والاشراف. اما من حيث الوعاء، الفرق ما بين الشركه دي والفرق ما بين البورصه والشركات العاديه او السوق العاديه، السوق التقليديه، الوعاء في البورصة بيدور حوالين أسهم وسندات، يعني اللي بيتباع فيها أسهم وسندات. أما السوق التقليدية فاللي بيتباع فيها أي حاجة ثانية، اللي بيتباع فيها خضار، بيتباع فيها فاكهة، بيتباع فيها هدوم، بيتباع فيها
أي منتج من المنتجات العادية. أما الوعاء بتاع البورصة فإحنا هنتكلم عن الأسهم والسندات فقط. من حيث تنفيذ العقود، الأصل في الأسواق التقليدية التنفيذ فيها فوري. يعني إيه؟ أنا عايز أشتري بنطلون، بروح بدفع الفلوس بتاعة البنطلون وبشتري البنطلون وإحنا واقفين. أما السوق، سوق الأوراق المالية، قد يكون التنفيذ فيها آجل. يعني إيه؟ يعني ممكن أشتري دلوقتي وأدفع بعدين. ده أنا ممكن أشتري بالتسليف في حاجة نظام جديد اسمه المارجن، ممكن أشتري بحاجة اسمها الشورت سيلينج، إن أنا هبيع وبعد كده هشتري. كل دي إن شاء الله هنتكلم فيها برضو وإحنا ماشيين. من حيث تأثير الأسعار، في فرق ما بين التأثير التذبذب في الأسعار في السوق العادية والبورصة. التذبذب في الأسعار في السوق العادية ممكن ما تاخدش بالك منه أصلا. ليه؟ لان انت ممكن تشتري على نصة السوق بسعر وتدخل في نص السوق سعر تاني وتدخل في اخر السوق بسعر تالت. اما البورصة فكل حاجة هي واضحة وصريحة وظاهرة امامك في الشاشة. بمعنى الشاشة اول ما بتبص عليها فيها الكمية المنفذة الان للسهم اللي انت عايز تشتريه باعتباره سلعة. والله السعر ده اتنفذ 10,000 سهم هيرمس بتلات قروش، اخر تنفيذة كانت بتلات قروش او بعشرة جنيه وقرش. المعروض 50,000 سهم، 10 و10 و20 و10، كل 10 او كل فيشة فيها سعر معين للايه؟ للمنتج. فالشاشة مظهرة لك كل حاجة، هتعرف السعر المطلوب والسعر المعروض، فبالتالي تقدر تطلب أفضل الأسعار المناسبة ليك أو تعرض بأفضل العروض المناسبة ليك لو أنت مش مستعجل وتعرض. طيب، من حيث المتعاملين، قلنا المتعاملين في الأسواق العادية هو البياع والمشتري بس. أما المتعاملين في البورصة، أنت عندك سمسار للبائع وسمسار للمشتري، عندك الرقابة والإشراف في الهيئة العامة للرقابة المالية ومصر والبورصة، عندك من ضمن المتعاملين في مصر للمقصة. يعني عندك كذا نوع من أنواع المتعاملين في بورصة في البورصة في السوق. من حيث الصفقات، الصفقة اللي انت بتشوفها في السوق العادي قد تكون بسيطة مش بتحس بيها، أما في البورصة فالصفقات بتاعها بالملايين. لذلك أنت بتسمع في الأخبار كل يوم، والله ده إحنا خسرنا قد كده، البورصة خسرت قد كده، البورصة كسبت قد كده، متداول في البورصة 20 مليون، 30 مليون، 100 مليون. بتسمع أرقام فلكية لأن في صفقات بتروح وتيجي في السوق بتاعة البورصة. من حيث التواجد المادي للسلع، السلع في الأسواق العادية موجودة ماديا، لأن أنت بتقدر تشتري المنتج بسعرك بالسعر اللي موجود فيه، بتديله الفلوس وبتاخد المنتج وانت ماشي. اما في الاسهم والسندات فالامر فيه تسليم، اسمه تسليم حكمي. يعني ايه؟ يعني الصقة او المستند اللي انت بتاخده ده هو سند ملكيتك لهذا المستند. طيب، من حيث العلانية، انت ممكن تشتري وتبيع في الاسواق العادية وما حدش ياخد باله منك خالص. اما في سوق الاوراق المالية فالامر عندهم ظاهر كالشمس. يعني ايه؟ يعني معروف في مصر، يعني معروف في البورصة ان فلان اشترى وفلان باع وفلان اشترى بقد ايه وفلان باع بقد ايه، وفي رقابة واشراف مطلق على عمليات تداول الشراء والبيع. ولكن هل يؤثر السوق التقليدي على سوق الاوراق المالية؟ بالقطع يؤثر. طب يؤثر ازاي؟ قال لك اصل لو الشركة الكبيرة اللي بتبيع اقطان او بتبيع حديد او بتبيع اي منتج من المنتجات المتداولة اللي بتتباع في السوق العادية، لو اتأثرت بالادارة بتاعتها كانت فاشلة، لو اتأثرت السوق كان فيه ركود، لو اتأثرت الاسعار نزلت، ايه اللي هيحصل؟ سوق السعر نفسه بتاع السهم هينزل، لان المنتج نفسه اصبح رديء. ولو المنتج او الشركة حققت مكاسب وارباح كبيرة
نتيجة لذلك هيبقى فيه إقبال على المنتج ده، فبالتالي هيتحقق أرباح، فبالتالي سعر السهم هيرتفع بناء على جودة المنتج في السوق الايه في السوق التقليدية. وظيفة من وظائف من أهم الوظائف اللي بتعتمد عليها أو وظائف سوق الأوراق المالية التمويل. يعني إيه تمويل؟ يعني أنت كشركة لما اتكلمنا وقلنا أن أنت من حقك تزود رأس المال، فأنت من حقك تروح للبورصة أو هتروح بعد كده لشركة من للمؤسسة اسمها البنكير، هتروح لشركة سمسارة كبيرة وتقول لها والله أنا محتاج أزود رأس المال بتاعي، فبالتالي هتدخل بحاجة اسمها عملية الاكتتاب، لإما اكتتاب لزيادة رأس المال، فبالتالي هتزود رأس المال بتاعك من طريق البورصة، هتدخل لك مستثمرين جداد هم مش معروفين عن المستثمرين اللي كانوا عارفين الشركة ومؤسسينها. السيولة بتاعت الشركة هتلاقيها كويسة جدا، هتلاقيها متوفرة، هتلاقي في أي وقت تقدر تبيع السهم بتاعك، وفي أي وقت تقدر تشتري وتزود رأس المال بتاعك. بمعنى لو أنت معاك 10,000 سهم، السهم بجنيه، فأنت معاك 10,000 جنيه تقدر تسيلهم في أي وقت. السهم بتاعك سهل أن أنت تسيله من خلال سوق الأوراق المالية أو من خلال الإيه أو من خلال البورصة. البورصة هي المؤشر الحقيقي للاقتصاد القومي، لذلك عايز تعرف البلد رايحة فين، شوف السوق عامل إيه. لو لقيت البورصة طالعة اعرف إن في مؤشرات قوية اقتصادية وسياسية مصر طالعة لقدام. لو لقيت السوق واقع بيقع جامد، اقلق واعرف ان في مؤشرات سيئة ومؤشرات سلبية بتؤثر على الاقتصاد. يعني البورصة هو الجرس، جرس الخطر، ناقوس الخطر اللي بيبلغ المسؤولين والرقابيين في الدولة ان السوق رايح وحش او السوق رايح حلو، ان السياسة المتبعة سياسة ناجحة او السياسة المتبعة تحتاج الى تحسين، تعديل، إضافة، كذا. لازم تبصوا لذلك دايما إدارة الدولة بتبص على السوق، بتشوف البورصة رايحة فين. لذلك أول ما حصلت أحداث 25 يناير البورصة ابتدت تقع لدرجة إن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة تدخلت وراحت قفلت البورصة وقالت مفيش، مش هيعمل تداول للأسهم، مش هنعمل تداول للأسهم تاني. من ضمن الوظائف بتاعت الرقابة والإشراف للبورصة إن البورصة دايما بص على السوق. لو حست إن أنت بتشتري وتبيع بيع مظهري بتقوم موقفة وتلغي عملية الشراء والبيع بتاعتك وتقول لك تعالى لي أنت بتعمل إيه؟ أنت اشتريت كام؟ ومين اللي باع؟ لأنه قد يحدث اتفاق ما بين البايع والمشتري على سهم معين لشركة معينة عايز أعمل عليها تداول، والشركة ما عليهاش تداول، عايز أخدع المستثمرين وحسسهم إن الشركة بتاعتي لها رواج وإقبال ولها من النجاح ما لها، فبقوم دخل فلان وفلان أقول له ادخل اشتري على سهم كذا، ادخل اشتري السهم ده على سعر كذا، وقوم أنا عرضه له، فبعمل عملية شراء وبيع مظهرية عشان أخدع بيها المستثمر الآخر. البورصة ساعتها بتتدخل والهيئة العامة للرقابة بتتدخل وتقول لك لا، العملية دي الغيها، ووجه لهذا الشخص اتهام بأنه بيعمل عمليات تضر بالسوق. لو السوق طلع زيادة عن اللزوم ساعتها البورصة برضو والهيئة بتتدخل وتقوم وقف السهم وتقول لك لا استنى، السهم ده زاد 5% عن سعر الأقفال بتاعته بتاعت امبارح ليه؟ هو في خبر، تقوم وقفاه وتقوم رايحة لإدارة الشركة، هو انتوا عندكم خبر معين خلى السوق يطلع عشان خل عندكم خبر اخبار تفاؤليه لدرجه ان السوق يطلع 5%، تقوم وقفاه نص ساعه، تتفتح تاني السوق يطلع تاني 10%، تقوم وقفاه تاني. ليه؟ حتى لا يحدث ارباك في السوق فيتاثر المستثمرين عشان ما ينخدعش حد بالسوق. اتفضل.
طيب البيع المظهري بيتم من خلال بياع يمتلك أسهم هو لا يريد في الأصل أنه يبيعها، ولكن عايز يحصل عملية من الرواج على السهم دون عشان يدي إيحاء للمستثمرين الآخرين أو للسوق أو لحد تالت بره السوق يقول له على فكرة الشركة بتاعتي ناجحة، ده السهم بتاعها، لأن احنا عندنا أنواع، عندنا قيمة سوقية للسهم وفي قيمة دفترية. فلما أنا بدخل الشركة بشوف القيمة الدفترية بتاعتها كام وبشوف القيمة السوقية بتاعتها كام. القيمة السوقية مبنية على سعر البيع والشراء بتاع الأسهم بتاعت النهاردة، ممكن تكون القيمة الدفترية بتاعتها 10 جنيه ولا 11 جنيه، أما سوقها دلوقتي عامل 100 جنيه، فلما أنا هاجي هبيعها في السوق عايز أبيع الشركة دي هبيعها بالسوق مش بالقيمة الدفترية، هبيعها بالقيمة السوقية، فبالتالي هحرض غيري من المشترين، وغالبا بتكون باتفاق مسبق، هحرض غيري من المشترين أقول لهم ادخل اشتري السهم ده على سعر كذا، على مثلا لو افترضنا ان السهم ده سعره 10 قروش 10 جنيه، ادخل اشتري اطلب السهم ده على 10 جنيه و5 قروش، يدخل يشتري 10 وأقوم أنا عارض كمان مرة تانية 10,000 سهم على 10 جنيه و20 قرش وأقول له ادخل اشتري السهم ده على 10 جنيه و20 قرش، فأنا ابتديت أحرك السهم من 10 جنيه ل 10 جنيه و10 قروش 20 قرش 30 قرش 50 قرش 100 قرش 11 12 13 20 50. طب انت بيع وانا اشتري، هنبتدي نعمل كده على العمليات دي عشان نحرك سعر السهم من بعد ما كان ب 10 جنيه اصبح 100 جنيه. في كل دي بحاول بخدع بيها المستثمر والسوق عشان اعلي من سوق من السعر بتاع السوق. طيب عشان الوقت تعالى نتكلم عن كيف يتم التعامل في سوق الأوراق المالية. يتم التعامل في سوق الأوراق المالية، أول حاجة حضرتك بتروح لشركة سمسرة وبتمضي عقد اسمه عقد فتح حساب، بتمضي عليه. وظيفة العقد ده إن أنت بتقول لشركة السمسرة أنت سمسار ليا. يعني إيه سمسار ليا؟ يعني مش لا تديرين محفظتي، يعني لو سمحت لما اقول لك اشتري بالسعر اللي انا عايزه، ولما اقول لك تبيعي في الوقت اللي انا عايزه وبالسعر اللي انا عايزه، في المقابل انت هتاخدي عموله. العموله دي سيتم الاتفاق في العقد نفسه، سيتم الاتفاق في العقد نفسه على نسبه العموله قد تصل لواحد في المية شراء وبيع. يعني انت ممكن خلاص كده، انت مهم جدا وانت رايح كمستثمر او انت رايح كمحامي ان لما بتيجي تمضي على عقد فتح الحساب بتطلب من شركة السمسرة لو سمحت اديني نسخة من العقد عشان تقراه، لان هو ده بداية الموضوع. النقطة التانية، انت خلاص مضيت على العقد، بتتفاوض ما بينك وما بين شركة السمسرة على العمولة، على الكوميشن. اياك ان تنخدع من شركة السمسرة وتقول لك والله ده العقد ده نموذجي من الهيئة العامة للرقابة المالية وما ينفعش ألعب في نسبة العمولة فيه. لا، هو ليس من عقود الإذعان. عقد فتح الحساب ليس من عقود الإذعان. طبعا عارفين عقود الإذعان، مثاله العقد، مثاله أكبر مثال لعقد التأمين، تيكت أور ليفت، لا إما تاخد العقد كله وتمضي عليه، لا إما تسيبه كله ما تدور لك على شركة تأمين تانية. عقد السمسرة، عقد فتح الحساب، لا، مش عقد من عقود الإذعان. بالتالي فمن حقك تتفاوض على نسبة العمولة اللي الشركة، وده مهم جدا، لأن أنت في الأول وفي الآخر لما بتيجي تشتري بتشوف هي الشركة هتاخد مني قد إيه، ولما بتيجي تبيع تشوف الشركة هتاخد مني قد إيه عشان تخصم نسبة العمولة مع النسبة السعر العادي عشان تطلع لك صافي الربح بتاعك. تمام كده؟ يبقى اول حاجة عقد فتح الحساب. تاني حاجة هتعملها، انت محتاج تفتح محفظة. يعني ايه افتح محفظة؟ انت عندك محفظة في جيبك، صح؟ المحفظة اللي في جيبك دي فيها ايه؟ بس انت محتاج بقى تفتح محفظة في شركة اسمها شركة امين الحفظ. وظيفة الشركة دي انت بتحط فيها مش فلوس، بتحط فيها اسهم.
اللي بعد كده بتبقى عبارة عن أسهم وفلوس. غالباً أمين الحفظ بتبقى شركة قبضة تبع لشركة السمسرة، مثلاً زي شركة هيرمس. شركة هيرمس القبضة عندها أمين حفظ، وعندها شركة تداول أوراق مالية أو سمسرة أوراق مالية. شركة أصول القبضة عندها أمين حفظ وعندها شركة أوراق مالية. هناخد مثلا شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية. هتروح لشركة أصول وتقول لها لو سمحت أنا عايز أفتح حساب، هتقوم مدياك عقد تكتب فتح الحساب، وهتقوم مدياك عقد تاني بتاع شركة أمين الحفظ عشان تفتح تبع أمين الحفظ المحفظة بتاعتك الجديدة دي، وتحط فيها أول مبلغ، ولنفترض مثلا المبلغ ده 100,000 جنيه، عشان تروح لشركة السمسرة وتقول لها لو سمحت يا شركة السمسرة انا عايز اشتري بقى، ما انت كده المحفظه بتاعتك ما فيهاش اوراق ماليه، فيها فلوس بس. هتروح لشركه السمسار وتقول لها لو سمحت انا عايز اشتري، هتقوم بناء عليها مدياله مش منفذه بقى، خلاص هتفتح لك المحفظه بتاعتك وتقول لشركه السمسار اشتري لي. تقوم شركه السمسار مشتريه ليك الاسهم بتاعتك، وتقوم محطوطه في المحفظه بتاعتك بتاعت أمين الحفظ. أصبح عندك محفظة زي الحساب البنكي اللي عندك. ما هو الحساب البنكي اللي عندك ده محفظة في البنك باسمك، فيها الفلوس بتاعتك. كذلك الأمر أمين الحفظ بتاع شركة السمسرة برضو زيه زي البنك. ويغلب على الكثير إن جميع البنوك المصرية لديها شركة أمين حفظ. أغلب أو إن لم يكن كل البنوك عندها شركة أمين حفظ. لذلك تلاقي دايما شركة السمسرة تحت بنك، تحت فرع من فروع بنك، جنب بنك، جنب فرع من فروع البنك. لذلك لما شركة لما البنك بيقفل تبع السمسرة مش هتشتغل، لأن المحفظة نفسها موجودة في أمين الحفظ، وأمين الحفظ قافل، فبالتالي أنا مش هعرف أخرج الأسهم بتاعتي. تمام كده. علاقة شركة السمسرة بالبنك علاقة طردية، زائد ان انت قد تحتاج للبنك ان انت ممكن بتسحب فلوسك وتحطها في شركة في الامين الحفظ عشان تشتغل، او بتاخد قرض من البنك عشان تشغل الفلوس بتاعتك فين؟ في البورصة، بتشتري وتبيع فيها. ودي المرحلة التانية من مراحل التعاملات. يبقى انت عندك اول نوع من انواع التعاملات، من أنواع البيع، اسمه البيع الفوري، وهو التي بلس 2، اللي انت بتبيع بتشتري النهاردة السهم وتبيعه بعد ما يتسوى بيومين. عندك نوع تاني من عمليات البيع والشراء اسمه السيم داي، اللي هو ان انت بتشتري دلوقتي وبتبيع دلوقتي، وهو ده العميل المستهدف بتاعك. بما انك محامي فانت هيجيلك عميل من عملاء البورصة، أو عميل من عملاء شركة من شركات سمسرة الأوراق المالية، هيقول لك ده الشركة نصبت عليا، هيقول لك ده الشركة باعت لي من غير ما تستأذني، هيقول لك ده الموظف بتاع الشركة كان بيدور للمحفظة بتاعتي اللي هي الحساب بتاعي، بيشتري لي ويبيع من غير ما يرجع لي. هيقول لك ده انا مضيت عقد فتح حساب وخدت قرض من الشركه. هتقوم طالب اول حاجه منه، هتطلب ايه؟ عقد فتح الحساب. هتبص على شرط مهم جدا، وهو شرط جوهري في بنود العقد، وهو هل هو ماضي على عقد مارجن ولا لا. يعني ايه مارجن؟ هو البيع بالتسليف. يعني ايه؟ يعني ان انت بتستلف بس مش هتستلف من البنك، بتقترض بس مش هتقترض من البنك، انت هتقترض من شركة السمسرة نفسها. تقول لها لو سمحت انا المحفظة بتاعتي ب100,000 جنيه، يعني انا عندي اسهم قيمتها السوقية الحالية، ادخلي شوفيها كده، 100,000 جنيه، ممكن تديني 50,000 او تديني 100,000 سلف عشان اشتغل بيهم وضاعف الربح بتاعي. المحفظة بتاعتك بدل ما هي فيها ب100,000 جنيه اسهم هيبقى فيها بكام؟ ب200,000 جنيه أسهم. فبالتالي الربح لو كسبتها هيكسب ربح ايه؟ مضاعف، هيتضاعف. فبالتالي يقول لك طب والله بس امضي لي على عقد المارجن ده، او او او
همضي لك على عقد، تجيب لك فتح حساب جديد بس في شرط المارجن ده. هيئة سوق المال قالت لازم يكون عقد المارجن من العقود الظاهرة، بند ظاهر أو عقد مستقل، ودلوقتي أغلب شركات السمسرة بتبقى عاملاه عقد لوحده. طيب عقد المارجن ده من العقود الخطيرة جدا. ليه؟ لأن في العقد ده بيخول لي أنا كشركة سمسرة إن أنا أبيع غصب عنك. قال له إزاي؟ ده أنت شركة سمسرة. أيوة بس خد بالك أنا في الوقت ده أنا مسلفك فلوس، وأنا مش هديك فلوس لله، لا ده أنا هاخد السمسرة بتاعت الشراء والبيع، وكمان هاخد عمولة أو فايدة من المبلغ اللي أنا اديتهولك. مش بس كده، ده أنا هبقى رقيب على إدارة أعمالك للأسهم. يعني إيه هبقى رقيب على إدارة أعمالي للأسهم؟ يعني لو لقيت أنت اشتريت غلط وسعر السهم نزل هقول لك خد بالك أنت السعر بتاعك لو نزل لخمسين في المية أنت محتاج تقدم لي ضمانات أخرى. يعني أنت مديني دلوقتي ضمانات 100,000 سهم وأنت اشتريت 100,000 جنيه وانت اشتريت ب200,000 جنيه والسوق نزل معاك للنص، بقى قيمة الاسهم بتاعتك كام؟ 100,000 بس. ده انت كده نزلت 50%. انت لا انا عايز انا هبلغك واقول لك خد بالك انا محتاج ضمانات اخرى عشان اضمن الفلوس بتاعتي. طب اذا تجاوز نسبة الخسارة ل60,000 جنيه انا مديك يومين تسوي المديونيه بتاعتك، لو تجاوزت ال60% او الى ال75% انا هدخل ابيع دلوقتي حالا. ايه ده؟ بس انا مش مضيلك على اوامر بيع وشراء. ماليش دعوه، انا دلوقتي عايز اضمن ال100,000 بتوعي حقي. اقوم داخل بيع لك، يقوم العميل جاي لك ويقول لك الحق يا استاذ ده الشركه بعت لي من غير رضائي. فبتقوم انت عامل ايه؟ انت ما معكش، العميل جاي لك لا عنده الاسهم ولا عنده العقد بتاع فتح الحساب، ما عندوش مستندات خالص. اول خطوه هتعملها ان انت هتروح للهيئه العامه للرقابه الماليه وتكتب شكوى وتقول ان شركه كذا وكذا، وقبل ما تعمل حاجه بتطلع عندنا بنقول اهم من كتابتك في القضيه دراستك للقضيه. لازم تدرس القضيه كويس، اهم من الشغل هو ضبط الايه، لازم تجهز المستندات. انت هترفع قضية على مين؟ على الشركة. طب انت معاك البطاقة الشخصية بتاعت الشركة؟ ما معيش البطاقة الشخصية بتاعت الشركة. طب هتعمل ايه؟ عندك تطلع صورة من البطاقة الشخصية بتاعت الشركة. ايه هي الصورة بتاعت البطاقة؟ السجل التجاري. بتروح تطلع السجل التجاري من الهيئة، من هيئة سوق المال، من هيئة الاستثمار، او بتروح للهيئة العامة للرقابة المالية وتقول لها الشركة دي عملت 1 و2 و3 و4. تعالى الاحتمالات الأولانية، بعت لي بدون إذن، مضتني على أوامر على بياض، ودي كارثة سودة. بتتلاعب في المحفظة، فجأة مرة واحدة أنا سايب الأسهم بتاعتي لقيتها اتصفرت، لقيتني مديون، وبتتصلوا بيا وبيقولوا لي أنا عايز ده فيه مشكلة 1 2 3 4. فتقوم قايل كل المشاكل بتاعتك شكوى مقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عشان تطلب من الشركة أو تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية إن هي تبعت للشركة وتطلب منها رقم واحد أصل عقد فتح الحساب، اصل، ما تقولش صوره، قول اصل او صوره تبقى الاصل تكون مخدوم ختم الشركه. رقم اتنين اصل اوامر البيع والشراء اللي حصلت ما بيني وما بينك من بدايه التعامل لحد دلوقتي. رقم ثلاثة كشف حساب يكون في اليه التداول اللي حصلت ما بيني وما بين الشركه. انت بتطلب الحاجات دي، الثلاث مستندات دي مهمين جدا عشان بعد كده تبتدي تشتغل على القضية، وبيصوروه لك وبيدوها لك، وبعد كده بتشتغل على القضية، بتفتح بقى قانون سوق المال وبتشوف المشكلة فين وبناء عليها بتتعامل. يبقى الخطوة الأولانية بتاعتك الشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، الخطوة الثانية طلبك لأصول المستندات لأن قد تجد أمر شراء أو أمر بيع التوقيع بتاعهم مش توقيع، فبالتالي هتطعن بالتزوير. فساعتها الهيئة العامة للرقابة المالية تقول لك روح اطعن بالتزوير في النيابة اللي مقرها فيها المركز الرئيسي للشركة،
وتعالى لي تاني، وتقوم الهيئه تقوم محركه جنحه بعت للنيابة الشؤون المالية والتجارية تقول له والله ده فيه تزوير هنا، تقوم النيابة العامة محركة جنح التزوير وتقوم نسخة ملف القضية وتبعته للهيئة العامة تبعته للنيابة الأوراق النيابة الشؤون المالية والتجارية وتقول لهم ارفعوا انتوا كمان قضية، بقت بدل القضية قضيتين. وخد بالك مفيش هنا الدفع بتاع الشركة يقول لك عدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها. ليه؟ نعم، ما أنا جاي لحضرتك واحدة واحدة. مفيش حاجة اسمها ان الجنحة بتاعت نيابة الدقي حركت جنح التزوير والنيابة الشؤون المالية والتجارية في المحكمة الاقتصادية حركت هي كمان قضية، فبقى في جنحتين ضد الشركة. الجنحة الاولانية هي جنح التزوير، المسؤول فيها الممثل القانوني للشركة، وغالبا ما بيكون العضو المنتدب للشركة وفقا لقانون سوق المال، او يكون رئيس مجلس اداره الشركه وفقا لقانون شركات المساهمه، لان شركه السمسره ما هي الا شركه من شركات المساهمه وتخضع لقانون شركات المساهمه. بتتهم ده في قضيه تزوير، جنح التزوير جنحه عاديه خالص، وبعد كده بيتم نسخها بيروح نيابة الشؤون المالية والتجارية وبتتهم الشركة المتمثلة في الممثل القانوني في الشركة بالتلاعب في محفظة العميل، وبيتوجه له حوالي بتاع 5 أو 6 مواد قانونية، انت عملت 1 و2 و3 و4 كل ده عشان ايه؟ عشان في تلاعب في الأسهم، عليك ان انت تثبت التلاعب. لو ثبت في التزوير في الجنحة يقينا سيثبت جنحة التلاعب في الأوراق المالية في الجنح الاقتصادية، فبالتالي هتاخد جنحة حبس هنا وهناك هتاخد جنحة حبس وغرامة. تبقى لقانون سوق المال 95-92، لأن أنت بتتعاقب وفقا لقانون العقوبات أمام النيابة العامة، وبتتعاقب وبيتم معاقبتك وفقا لقانون سوق المال في المحكمة الاقتصادية. لذلك أنت ارتكبت جريمتين، لذلك النيابة العامة بتوجه لك تهمة والنيابة الشؤون المالية والتجارية بتوجه لك تهمة تانية خالص بس مبنية على التهمة الأولانية. طيب الهيئة الشركة بتحتفظ بالمستندات التي تحت يدها مع العميل لمدة، قانون الشركات بيقول لك لا يتجاوز 5 سنين، يعني انت من حقك تطلب جميع المستندات والتعاملات اللي حصلت ما بينك وما بين الشركة خلال 5 سنين. قبل كده الورق، انا هقول لك كشركة مساهمة هقول لك الورق اتدشت. طبعا التقدم الاولاني هو تقدم قانون العقوبات، قانون الاجراءات الجنائية 15 اجراءات جنائية لانها جنحة، تتقدم بمضي المدة 3 سنين. وكذلك الأمر بتتقادم إلزام، يتقادم إلزام سقوط عد سقوط الحق في تقديمي للمستند بعد مضي 5 سنين. بمعنى أنا المستندات دي اتدشتت، ده في تراخي، أنت جاي دلوقتي بعد 6 سنين بتقول أنا عايز المستند ده مش عندي، أنا السيستم اللي عندي اتغير. فلذلك القانون أنت ملزم بالمحافظة كشركة بالمحافظة على المستندات لمدة معينة، ويجب على الشركة أنها تقدم المستندات دي. لذلك لما تيجي تطلب وتقدم الشكوى اشتكي ببداية التعاقد، حتى لو من 20 سنة قد يكون في مستند معين. طب لو من 20 سنة وفيها تقادم، ما عدت 3 سنين على الواقعة، فبالتالي مش هتقدر تشتغل في الحتة دي، شوف اللي بعد كده وثير برضو الحته دي عشان هتشتغلها بعد كده ايه؟ هتشتغلها مدني، ما انت اشتغلتها جنح وبعد كده اشتغلتها اقتصادي، وهتشتغل بقى تعويض مدني، هتطلب الشركه بالزامها بان هي تعوضك عما اصابك من خساره فادحه بيحصل فيها كذا وكذا وكذا، والفلوس اللي ضيعتها. وفي الحاله دي هتقوم رايح لشركه مصر للمقصه وتقول لها لو سمحت اديني متوسط سعر السهم ده خلال الفترة من إلى القمة بتاعته فين والقاع بتاعته فين، وهتقول والله ده أنا لو كان معايا السهم ده وانت ما كنتش فوتت عليا المكسب، أنا كان كل يوم
هبيع في القمه واشتري في القاع، هبيع في القمه واشتري في القاع، هبيع في، يعني عارف انت عارف يعني ايه هبيع في القمه واشتري في القاع؟ يعني كل يوم حقق مكسب للسهم ده، لو المكسب بتاعه قيمته 10 قروش في اليوم، كل يوم انا هكسب 10 قروش في 100000 سهم، في 100000 سهم في 10 قروش. ما انت بقى كل ده مكسب فائت فوتته عليك شركه المساهمه لما تلعبت في المحفظه بتاعتك وابتدت تشتري وتبيع بدون اذن. مش عايز اطول على حضراتكم، اتمنى اني اكون وصلت الموضوع، مش الموضوع محتاج اطاله ومحتاج حديث طويل، ولكن للوقت ان شاء الله لو امكن نبقى نتكلم فيه باستفاضه. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله. كل الشكر والتقدير للدكتور اسلام خضيب. وقبل ما نوزع الشهادات كيف يكون معنا الاستاذ الكبير محمد سعد جنيدي، ولا ناخذ منه نصيحه في كبسوله لزملائه وابنائه المحامين الشباب. هو في الحقيقه يعني مؤتمرات العلم بامانه شديده، يعني انا اعشق الحضور فيها مستمع قبل ان اكون متكلم. انا حقيقه قد استفدت ممن سبقوني، دكتور محمد الحسيني زملني في العمل التطوعي مع استاذنا النقيب الجليل رحمه الله عليه رجاء عظيم. تحيه الى روحي الخالده، ونسال الله تعالى ان يكون في عليين. واشكر بالطبع الاستاذنا الكبير القدير النقيب محمد راضي مسعود الذي اشعرني ان رساله الاستاذ النقيب رحمه الله عليه رجاءه عظيم والتي اوصى بها في علم المحامي ومكنته في الوقوف في منصه الدفاع امام هيئات المحكمه على اختلاف درجاتها وانواعها، ان يكون المحامي متمكنا من ادواته في منصه الدفاع ينظر اليه على انه فارس كالفرسان لا يكون قليل علم او قليل شجاعه او قليلا او متراجعا في المبادره على هذا النحو. يعني في الحقيقه انا هقول اتبرع عشان الوقت وعشان نقول ما قل ودل في المسألة. أنا والله جئت هنا وكان لم يحدد لي برنامج في الحديث يعني، وهذه الكلمة كلمة مرتجلة على نحو ما طلب مني يعني، ولكن أنا أريد القول بإني في طالما الأمر يتناول بنيان المحامي المحترف، تكلم الأستاذ الدكتور محمد الحسيني عن البنيان كما أوضحه، ولكني أنظر بنظرة عملية يدركها من مارس المحاماة من أساتذتنا الأجلاء الحضور وأستاذنا الأستاذ النقيب محمد راضي مسعود، يشهد له من صولات وجولات في منصات الدفاع، وكذلك الأخي الأستاذ دكتور محسن باتع على نحو ما ارتأينا فيهم من مهارات في الدفاع قد توج بها مهنيتهم بما يتيح لكل من يريد العلم من شباب المحامين ان يتعلم. نصيحه باختصار شديد، انا قد كتبت في مدونه السلوك المحامي تحت ما يسمى سلوكيات المحامي في مدونه السلوك المهني للمحاماه 20 ماده قد قمت بكتابتهم حال حياة وولاية الأستاذ النقيب الجليل رجاء عطية. ودائما وأبدا كنت ما أحسن نفسي من مدرستي التي بأمانة شديدة أشهد له أنه لولا صياغته لي كمحامي ما وقفت بين أيديكم الآن. فالمواد العشرين طلبت من الأستاذ النقيب بعد كتابتهم أن يتم تسجيلهم، وذلك حتى ينتفع بهم شباب المحامين، لأن المعلومة المسموعة أقرب إلى المحامي الآن وفي عصر التكنولوجيا الإنترنت
إلى المحامي من المعلومة المكتوبة، ورحب سيادتي رحمة الله عليه بتسجيل المواد الـ20، وهم من يريد أن يبحث على اليوتيوب بكتابة سلوكيات المحامي وفقا لمدونة السلوك المالي للمحاماة، سيجدهم إن شاء الله بهم تناول سلوك المحامي منذ نشأته، أي استخراجه لرخصة ممارسة المحاماة وهي الكارنيه، إلى أن يتم تصفية مكتبه إما بترك المهنة أو الوفاة. المواد متعددة ولا أريد أن أتطرق إليها، وذلك لتعذر ذلك بالنسبة لضيق الوقت. هذا بالنسبة للبنيان. في مسألة المرافعة وبسرعة شديدة أيضا، يدرك ذلك أيضا الأساتذة الأجلاء الذين يقفون في منصة الدفاع، من أن الارتجال كما تعلمنا من أساتذتنا الأجلاء من سبقونا في العلم ومن علمونا، وخاصة أستاذي النقيب الجليل رحمة الله عليه رجاء عطية، أن الارتجال هو جوهر المرافعة. لا مرافعة دون ارتجال، يعني لا أحد يقوم بتجهيز المرافعة في مكتبه مثلا وإعدادها ثم حفظها ولو باللغة العربية السليمة، ثم أن يأتي أمام المحكمة ليلقي خطبة أمام المحكمة. ولذلك أنا قلت حال حياتي رحمة الله عليه، وصفق لي على هذا الأمر في صفحتي لأنه كان يشرفني بالتواجد على صفحتي وتناول التعليق على بعض ما أكتبه، من حلو أستاذ لتلميذه وتواضع أستاذ على تلميذه أيضا. قلت بأن مرافعات قضية القرن ما كانت إلا خطبا أعدت لسامعيها. أنت تقف أمام منصة دفاع، تجد المستشار يقول للأستاذ تفضل، ثم يقوم الأستاذ بقراءة مرافعتي على النحو التي وعدت، لا يقاطع من قبل الهيئة الموقعة ولا يناوب من قبل النيابة العامة كقصر شريف في الدعوة، ولا المدعي بالحق المدني يستطيع أن يسكته أو يقاطعه أو يطلب من المحكمة الرد على هذا الدفاع أو. فهنا لم تكن هذه مرافعات بالمعنى المتعارف عليه بالنسبة للمرافعة. هذا ما قلته وأيدني فيه الأستاذ النقيب رحمة الله عليه. الارتجال، ما معنى الارتجال والكلام بالنسبة لشباب المحامين؟ الارتجال هو أنك إذا ما دخلت قاعة هذه المحاضرة وأنت معد لإلقاء كلمة، وقد قمت بتجهيز هذه الكلمة وقمت بصياغتها وإعدادها لغويا، ثم صعدت على هذه المنصة لتقول هذه الكلمة، فهذه كلمة معدة لا مرتجلة. أما الارتجال هو أن أستنهض أحدكم من الحضور الكرام وأقول له نحتاج لخبرتك مثلا أو نحتاج لعلمك، فقم وألقي لنا كلمة في هذا المضمار، فيقوم من نستنهضه دون إعداد منه ودون ترتيب منه، ثم يحضر ويقول هذه الكلمة. هو يقول المعنى الذي يود أن يطرحه علينا، ويبحث عن الكلمة التي توصل هذا المعنى. إذن من يقول الكلمة مرتجلة هو من يعبر عن المعاني ويبحث عن الكلمة التي تعبر عن المعاني في وقت وفي حينه، وتلك هي المرافعة. هذا هو حيوية الحديث، وهذا هو التفاهم. لا نعبأ مثلا بالقول متى نسكت أو متى نتكلم أو متى نلفت نظر القاضي أو. نعم، كل ذلك له قواعد، وأوصى الأستاذ النقيب رحمة الله عليه ويعلم ذلك بالطبع أستاذ النقيب محمد رضي مسعود، أنه أوصى بكتاب الفنان عبد الوارث عصر في كل محاضراته التي ألقاها رحمة الله عليه، وهو فن الإلقاء. وفن الإلقاء هو من يعلم المحامي كيف يتكلم وكيف يكون حديثه، ومتى يقف ومتى يعلو بنبرة صوته ومتى يخرج بها، حتى
يكون حديثه على نحو شيق يستطيع به أن يجذب السامعين وأن يؤثر في مشاعرهم. وأنت تحتاج بالطبع للتكسير في وداد وإبدال قضيق الذي تخاطبه، وهو بالطبع كما نود أن نوضح أيضا حتى ننهي الكلمة بأن أصعب خطاب في الارتجال هو خطاب المحامي. لماذا؟ لأن المحامي حينما يتكلم ليس من يحضر مثلا لأداء ندوة أدبية أو يقوم بخطاب سياسي في البرلمان أو غيره، لأن كل هؤلاء يعدون الكلمة ويعرفون الموضوع الذي سيقومون بالحديث فيه. أما المحامي فحينما يتحدث فإنه تأخذه المعاني وتطغى على تركيزه على الألفاظ والمباني، لأنه مشاعره مسلوبة منه، وذلك على متهمه الذي يقوم بالمرافعة والمدافعة عنه، ومشاعره مأخوذة من قاضيه الذي يخشى عليه من ألا يصل إليه فيضيع منه موكله، وبالتالي فهو موضوع تحت ضغط يحسن عليه ولا يوضع مخاطب غيره فيه. فالمحامي أصعب خطاب للارتجال هو خطاب المحامي. كان الله في عوني وسدده وسدد خطانا جميعا على طريق الحق، وجعلنا وإياكم نصرة للعدالة. وسعدت بهذا اللقاء حقيقة، أشكر لرقيبنا الممجل محمد راضي مسعود الذي أقول فيه بأن لجنة الفقه هي صوغ المحامي وبنيان المحاماة، وهو من يقوم بذلك، وهذا هو العمل الجليل الذي ركز عليه أستاذنا النقيب الكبير رجالي عطية رحمة الله عليه حينما قال بأن النقابة لها رافدين، الرافد الأول وهو المحاماة وبنيان المحامي الأول، وهو ما تقوم به لجنة الفكر. الثاني هو المسألة الخدمية والتي يقوم فيها أعضاء مجلس النقابة ونقيبهم بأداء الخدمات التي ينتظرها منه المحامون. أشكر لكم وأتمنى أن يكون لقائي بكم دائما وأبدا في محراب العلم والتعلم، وسعدت بهذا اللقاء وأتمنى لكم عاما قضائيا جليلا. شكرا جزيلا.